يطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم الفاعلة في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما يكرس تعاون وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تحقيق أحد أهدافها، وهو نشر الوعي بين المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم خريطة المستقبل. إذ أنه وإن كان إبداء الرأي في الانتخابات الرئيسية هو حق كفله الدستور لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة، إلا أن حق الانتخاب هو واجب على كل مواطن محب لبلده، باعتبار أن الوطن هو غاية المراد. أتقدم باسمي وباسم وزارة الشباب والرياضة بكل معالم التقدير والامتنان لهذا التعاون الكبير. الحقيقة النهاردة بنبرهن هذا العمل بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة الشباب والرياضة بما تمتلك من آليات، وجود سواء معالي مستشاري الوزير والوزارة ولهم كل شكر والتقدير، وأيضا يعني حث المواطنين على النزول للانتخابات، وهذا برهان ودليل على شفافية الدولة وعلى ديمقراطية الدولة بمنتهى الشفافية. وخلال الفترة السابقة يمكن أنا قلتها في ملتقيات كثيرة وهقولها تاني، لم أجد من الهيئة الوطنية إلا منتهى الشفافية دون الانحياز لمرشح دون مرشح، مهما كان الأداء ومهما كان العمل. لا توجد إلا شفافية وحوكمة لموضوع واحد، هو يعني حث المواطن المصري بمختلف يعني أعماره السنية أو ثقافاته على النزول والمشاركة الإيجابية.